رئيس حزب النصر الصوفي. طبعا انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله. حزب النصر يرعي الشعب المصري الاصيل العظيم، الشعب المصري العظيم. نحن بنعي حزب النصر وبنعي الاسره والفريد الرحمه ان شاء الله والاسره الصبر الصبراء. وهذا الرجل له مواقف عظيمه مع في صلح الفصائل وفي الحفاظ على امن مصر، وحجب مصر ان تقع في انزلاق الطائفيه. هذا الرجل له تاريخ عظيم، فهذا ما يستحقه الان. وجمع جميع قلوب الشعب المصري على كلمه واحده اليوم لهذه الجنازه المهيبه. وهي الان سوف تعود مصر بعد ان ورثت خلال السنه المنصرمه الكراهيه والحقد الذي لم يكن معروف لدى الشعب المصري، هذا الكراهيه والحقد، ولكن ان شاء الله التي زرعوها الاخوان، ولكن ان شاء الله سوف نتحرر منهم ان شاء الله، ومن افعالهم الخبيثه ان شاء الله.